بس خد هجي لك غير انت قاعد يا عم اقعد اروح مش وانا جبت بس دلوقتي يا جماعة فسخاني مكة بنابورو اشهر فسخاني بنابورو ربنا يا رب كده يجعلهم السعداء دايما ان شاء الله. هنسأله معاكم دلوقتي عن تحديد الفسيخ بتحدى ازاي. احنا عايزين نعرف بس من حضرتك انت بتحدى الفسيخ ازاي. بص يا باشا، واول بيبقى جاي سمك طازة في البوكس، بعد كده بيتفضف بالايد كده في البراميل، يتحط بالراحة، يترس برضو برسة كده، بعد كده بيقوم محطوط عليه مية، بيغسل بقى غسله نضيفه في قلب المايه مره واثنين وثلاثه برضو، وبعد كده بيطلع في بوكسه كده من اللي بيجي فيها السمك ديت، بتتغسل غسله نضيفه وبيتحط فيها بعد كده، ويتساب ينشف شويه يصفى شويه، وبعد كده ناخده نرصه باتجاه في قلب البرميل، وقبلها بنغسل برضو البرميل ونظبطه، وبعد كده بيتحط بنرص السمك برصه، وكل رصه فوقها شويه ملح، ورصه كده ورصه كده، وبعد كده بنقوم رشين ملح ايه على الرصه، ملح معين، يعني الملح كله لازم يبقى سوا واحد، تمام؟ وبعد كده بنخلص البرميل، بعد ما بنخلصه منجيل بلاستيك وبيتحط عليه ملح ده لزياده حمايه السمك، وبعد كده بنقوم جاي محطوط عليه ورقه شجاره بيتربط عليه جامد، وبعد كده بخش بالكوكيز. طب مثلا بالنسبه لو انا ربي يعني في البيت وعايز اجيب انا واحدق مثلا كيلو او حاجه، هي مثلا بقى بس هي طبعا الكميه اما بتبقى كميه كتير بتبقى طبعا احسن شويه. تمام، يعني لما بتبقى كميه كتير بتبقى احسن، بس برضو لو انت عايزه برضو تحدي 3 4 كيلو كده تجيب مثلا جردل كبير، يكون اهم حاجه يكون واسع برضو شويه عشان جرد. السمك ما يكونش ممتني فيه. تمام، وترش ملح في الارضيه، وبعد كده بتحطي الملح، بتحطي السمك، كل رصه بتحطيها باتجاه واحد كده، بترصي السمك ايه قدام بعض. تمام، بترصي السمك قدام بعض، تمام، وبترصيه، بتحطي الملح، لازم يكون الملح كله على كل سمكه، يكون الملح كله قد بعض. تمام عشان مثلا ما تطلعش واحده ناشفه، واحده سايحه، واحده حادقه، واحده دلع كده. تمام، لازم يكون ملحه كله قد بعضه على الرص. تمام، وبعد كده بتقومي جايه حاطاه، وبرده بتقومي جايبه كيس، اي كيس مليان ملح، تقومي فرده عليه وقفله قفله حلوه. ممكن يقف كام يوم بقى ويتاكل؟ ده حسب الجو بقى. يعني مثلا لو في الايام اللي زي دي، يعني مثلا لو في الايام اللي زي ديت مثلا ايه وعايزه بتحبي دلع مثلا، ما تحبيش حاجه وكده، بس في مثلا 5 أيام 6 أيام ويتاكل، او مثلا ايه بس برضه يكون محطوط في حته رطبه كده. تمام، عشان برضه الملح الحر اصلا من عادته بي. ماشي، متشكرين لذوقك يا استاذ احمد، وربنا يصلح حالك يا رب. ومعلش بس افتح لنا بس برميل بس كده نمر لهم للجماعه يشوفوا بس اللي ده حاليا لسه جديد. ما شاء الله ما شاء الله، ده حاليا لسه فسيخ جديد. لسه جديد لسه، يعني ده قدامه يومين ويتاكل ان شاء الله. هو يتاكل لو حد بيحبه مثلا دلع يتاكل، ماشي، انما مثلا لو حد بيحبه مظبوط ياكله بكره ياكله بعده كده. والسمكه ما شاء الله ماسكه نفسها وجميله جدا. السمكه ماسكه نفسها، دي تدل ان السمكه نفسها نظيفه. ايوه، هو السمك فعلا لما بيبقى نضيف تبقى السمكه ماسكه نفسها، ما بيساحش، يعني ما تلاقيش السمكه سايحه قوي، وده برضو تبع الحر في نفس الوقت. تمام، يعني لو السمك مثلا دخل عليه حر قوي، يعني مثلا لو السمك دخل عليه حر يسيح، يعني لو دخلنا في ساعه حر كده والبرميل اتحط في حر يسيح. تمام، انما كده المروحه شغاله عليه وبيبقى في المخزن شغال عليه مبرد و ما شاء الله حاجه زي الفل، والله حاجه زي الفل، ربنا يصلح حالك يا رب. هاتي الكارت كده، دي الكارت يا جماعه اهوت والعنوان بتاعه، وان شاء الله تشرفونا كلكم يعني.